بوثين الرئيسي نالت إطلالتها الأخيرة إعجاب المتابعين بمهرجان دبي السينمائي، حيث ارتدت فستان أسود بأكمام طويلة مع شال من الفرو وهو من مجموعة لوت كوتور الخاصة فيها. وايد سعيدة تروك ماي هوت كوتور لاين هني في دي اي اف اف. توالت إطلالة بوثينة لحمل التوقيع الخاص، فظهرت بالمهرجان نفسه بفستان كلاسيكي بيج وآخر أبيض قريبين من ستايل الفستان الأسود. أعطوني رأيكم on Instagram comments عشان أعرف حبيته ولا لا. شهد ياسين انضمت مؤخراً إلى الفنانات اللي بيصمموا تيابهم، فارتدت مؤخراً بمهرجان دبي فستان أسود قصير ووضعت عقد على شكل حزام على رقبتها. والحزام من مخذتها من زمان، صار له 3 سنين من فرنسا، فالسنة هذه قررت أن أنا أسوي له فستان عشان أقدر ألبسه. طبعاً الفترة اللي فاتت أنا قاعدة أفصل أكثر الفساتين اللي هي اللي تكون الفساتين القصيرة مش الطويلة اللي أنزل فيها على ريد كاربت. وعد هي من أوائل الفنانات الخليجيات اللي بيهتموا باختيار ثيابهم شخصياً، فهي تملك لاين خاص باسمها. أقدر أقول عندي يمكن شوية حاسة زيادة عن اللزوم في ذوق أنا قاعدة أترجمه في تصميم الملابس. وظهرت مؤخراً وهي ترتدي فستان أسود طويل من الأزياء اللي بتحرص أن تختارها بنفسها لمحلها الخاص. أنا يوجوالي بلبس من وعد لاين لأن أنا عندي ماي أون ديزاين. ومع اتجاه بعض الفنانات الخليجيات إلى تصميم واختيار أزيائهم، إيتي بالعربي زار المصمم أنطوان القارح لمعرفة رأيه بالموضوع. حلو إذا كانت الست أما الفنانة عارفة هي شو ستيلها وعارفة كيف تصمم لحالها. شو رأيه بالإطلالة اللي ظهرت فيها بوثينة الرئيسي مؤخرا؟ بوثينة حسيت أنه عندها ذوق وقادرة تكون هي عم تصمم فساتينها، عم تعمل الفساتينة بس ما عم تخاطر كتير يعني بالموديل، عارفة هي شو بالبقلة وعارفة أنه عم تلبس هذا الشيء. أما بالنسبة للممثلة شهد ياسين، بحس أنه لازم يكون في تنسيق أكتر بطلعاتها ليبينوا لنفس الشخص، يعني هو اللي جمعهم بس أنه هي It's nice as a step بس بدأ شغل أكتر. وكيف بيشوف اللوكس اللي بتختارها وعد؟ هي إجمالاً بتميل للسامبليسيتي وبتختار اللون مثل ما قلنا الأبيض يا الأسود، ممكن هذا هو الشيء اللي بدأ يوعد بستيلة لأنه تكون على طول سامبل وفي خط معين.